أصعب 10 رياضات في العالم. اتفرجوا معانا وارجعوا لنا مرة تانية. بالنسبة لركوب الخيل تحديدا، انا ليا اصدقاء كتير جدا يعني بيمارسوا اللعبة دي او الرياضة دي، ومعظمهم 80% منهم تقريبا انكسروا من الخيل قبل كده. فهي فعلا رياضة قد ما هي حلوة جدا، لكن هي فعلا خطر جدا يعني. كلاسي كده، تحسيها رياضة ملوك.